ميكرو فريد على قناه انفاس بريس. كما العاده خرجنا للشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين اكفس اداره مشيتوا لها وعاملوكم معامله خايبه، كيف يبانوا لكم الادارات المغربيه واش مكرفسين؟ ولا تلاقيتوا مع الوزيره الوصيه على هذا القطاع؟ اشنو الرساله اللي تبغيو توصلوا لها؟ اجيو معنا. اكفس اداره بالنسبه عندي هي المقاطعه. ملي كنمشي للمقاطعه كنبغي شهاده السكنه وانا ولد السيكتور، كتقلب على المقدم ما كتلقاه، كتمشي تجلس نص نهار كتضيعو تما انت خدام وكتسنى تسنى اخويا تسنى، الا ما دورتي شويه ديال الفلوس ما كان لا يقدر لك شي غرض والو. وكيف كيبانوا لك الادارات ديالنا واش مكرفسين ولا زوينين؟ الادارات مكرفسين، موظفين ما كاينينش، في الاول كتمشي تما كتلقى حتى شي موظف واحد كيما كيجي طال، هما خصهم يبداو مع التسعود ما كيجيو طال 11 ديال الصباح 10، مكرفسين ما كاين فين تجلس، ما داكشي عند مرولي. ولا تلاقيتي دابا مع الوزيره المكلفه بهذا القطاع، اشنو تقول لها الرساله ديالك؟ بالنسبه للوزيره خصها تشوف هذا الشيء ديال الادارات، ماشي غير المقاطعات، كاع الادارات العموميه والشبه العموميه وهذا الشيء ما كيعطيوش الاهميه للشعب، كيستحمروا ما كيتسبقوش ليه. كاين باك صاحبي والمعرفه، الا بغا تقضي شي وثيقه ابسط وثيقه راه خصك معرفه. دهن هو الدهن ضروري، الدهن اش الدهن؟ هو الدهن الموظف، الموظف غير 40 ريال ديال ليغاليزاسيون خصو 20 درهم، قضياش غرض. راه واحد النهار غادي نشري طوموبيل قال لك ضروري الدهن. دهنتي؟ ايوا دهنت بكل تواضع. هاي ديال الوثيقه خصو الدهن. تحياتي. هذاك الشيء اللي كاين. البنكة عاملوك معاملة خايبة. اه. وكي كيبانوا لك الإدارات يعني المغربية واش منظمين؟ منظمين أحسن دابا على قبل. دابا منظمين على قبل على شحال هادي؟ على شحال هادي. ولا تلاقيتي دابا مع الوزيرة الوصية على هذا القطاع، أشنو الرسالة ديالك اللي تبغي توصل لها؟ نوصل بالله يسهلوا هذا الشيء وماشي يبقوا يلعبوا بك تجري على اليمين على اليسار، يقول لك هذا فلان فلان اثروات يا بوش طلع فوق هود لتحت بكل التواضع. سيدي كل شيء وقف تسنى، كل شيء ما كيتعاملوش معامله مزيانه، كيتعاملوا معاك بنبره احتقار وكيشوفوك بحال زبل في المجتمع حاجه. وكي كيجيوك الادارات ديالنا من ناحيه يعني التنظيم والنظافه؟ ما كاين لا نظافه لا والو، كتلقى هذا شاد قهوه تليفون ليزياس ما مسوقش لك كاع تاش كتكوب. ولا تلاقيتي مع الوزيره الوصيه ديال هذا القطاع، شنو الرساله اللي تبغي توصل لها؟ يحسنوا شويه من السلوك ديال الادارات. خويا بزاف ديال الادارات في المغرب يعني الجماعات، وانت تبغي تجي تاخذ شي ورقه بحال شي مقاطعه ولا شي حاجه راه تيتخصحوك سير طلعوا باز بزاف ديال الحوايج يعني. وكي كتشوفهم من ناحيه التنظيم والنظافه الادارات هو الصراحه كاين بعض فهمتي الجماعات بعض الادارات شويه دخلنا لهم مزيانين، ولكن بعض الادارات فيهم تسخسخ يعني تسخسخوك وسير واجي فهمتي، وما يعني ما تيديروش داك الشيء في البلاصه يعني تمشي تقضي غارات في البلاصه. انت كدي الدوسي ديالك كامل مكمول؟ ايوا مكمول لاكارت كل شيء وسير طلع ما عرفت علاش. ولا تلاقيتي مع الوزيره دابا يعني الوصيه على هذا القطاع؟ والله نتمنوا يسمعونا باش ما نتلاقى معها، ما نقدرش نتلاقى معها ولكن يسمعوا. لا تلاقيتي معها درنا تلاقيتي معها، شنو الرساله اللي غتوصل لها؟ وصل لها راه يشوفوا مع هذوك الناس اللي خدامين تما يشوفوا يعني باش يسهلوا مع المواطنين. مع المواطنين راه بنادم الله يحسن الهوان، كاين اللي ما اذا تكون عنده غير ساعه كندو نهار يومين بغيتي تمشي مثلا للبلاد تقضي غراض فهمتي وتجي للخدمه وهكا خاص ضروري نورمالمون خصك يعني يديروا معاك تسهيلات يسهلوا معاك يعرفوا واش انت خدام مثلا في كازا ومشي شي مدينه اخرى ولا شي باديه اخرى، راه خصهم صراحه خصهم يعرفوا بهذا الشيء. يعني الرساله ديالك هي يسهلوا امور مع المواطنين. امور مع المواطنين كل شيء الاداره ديال المغرب معامله ديالهم خايبه سوا كل شيء كل شيء كل شيء. كيجيوك من ناحيه النظافه والتنظيم الادارات؟ والو ما كاين حتى شي تنظيم ولا شي نظافه ولا شي والو، كلشي سو كلشي سو في المغرب والو كلشي. ولا تلاقيتي مع الوزيره الوصيه ديال هذا القطاع شنو تبغي تقول لها؟ حتى هي كنقول لها كلشي هادشي اللي كنعاود لك كلشي خايب، الاداره ديالها كامله سويه. هادشي اللي قلتي لي تقولوا لها؟ نقولوا ليها. كنتمنى الرساله ديالك توصل توصل ان شاء الله. ان شاء الله توصل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي. الله يبارك فيك. الله يحفظك.